To the back, we'll run. Shine on, shine.
hopes and dreams, they will collide. Take all your things, you go and run and hide. Do you remember? والامور الاعتياديه لحظات قبل البدايه الكرويه الحقيقيه. المواجهه الكبيره في هذه الاوقات بين اتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد. تحيه حاره لكم اعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي روف خليف للتعليق على مباراه اليوم. هذا لقاء الاعداء، هذا لقاء اقوى المنافسين، صراع تاريخي بين الفريقين مليء بالعداءه والنديه. هذه المباريات اللي يحكمها الحماس ولا شيء إلا الحماس، فمن سيكتب بألوانه ويحكم ميدانه؟ يلعبها بينية أرضية، يسيطر عليها، يا سلام، مراوغة ممتازة. يقرر لعب كرة نحو خط الوسط. you
الأمامي، يلعب بينية وسيقوم بتسديد الكرة. كرة في المرمى، جول، ويسجلون الهدف الافتتاحي. جول جول، توزيع رائعة، وجدت النهاية الأروع. ربع الموسم تقريبا، يحاول تمريرها عبر الدفاع، ويبعدونها. اليوم ممنوع المرور والعبور. ماكوندا يبحث عن زميله، نجحوا في تخليص الكرة من منطقة الخطورة. تسديدة قوية، كانت قريبة للغاية، لكن طالما لم تدخل المرمى فلا. ها هو جاكسون مارتينيز، تياغو يحاول لعب كرة بينية غدارة، متابعة للكرة المرتدة. شنو هذا؟ هذه كرة غير عادية، تسكن الشباك بكل رياحية. كورتوا انقذ للكرة بكل قوة ليحرز هدف كالعادة. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. أتلتيكو مدريد غير قادر على الاحتفاظ والاستحواذ. كرة على الرواق، والكرة للمنطقة الأمامية. فيفيان قام بعمل كبير على اليمين لكنه يحتاج الدعم الفوري. يلعبها بينية أرضية، تياغو، جابي، هو موراتا. هذه هجمة واعدة، ماذا سيفعلون بها؟ ألبا يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. فيليبي، تدرج ممتاز بالكرة في عملية واعدة، قام بعمل كبير وتوغل ناحية الصندوق لكنه لم ينجح في النهاية. فيليبي، تغيير اللعب على الرواق، ستذهب الكرة إليه. دفاع قوي، لا يعرف الرحمة، لا يمكن أن تعبر أو تمر بدون التغلب على هذا الاندفاع البدني الهائل. مع اقتراب انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، سيحاولون بالتأكيد الاستفادة القصوى من هذه الركلة. ياسو لم تترك له حر، ويفضل إعادة الكرة إلى الخلف، والحارس يلعبها بعيدة عن مرمى. شكل وهي صافرة الحكم لإعلان نهاية الشوط الأول. إن لم يتفوق أحدهما على الآخر في النتيجة، لا تزال هي هدف لهدف. جاكسون مارتينيز يحاول فك دفاعات المنافس وينطلق. جاكسون مارتينيز أظهر رغبة كبيرة في الحصول على الكرة لكنه لم ينجح في الاستفادة منها. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير.
ريال مدريد. كان عليه الاستفادة من الكرة، كان على وشك استغلال ذلك الخطأ، لم يكن بعيدا. بالتأكيد هو من اللاعبين القادرين. ورقة صفراء مستحقة، يبدو القلق على اللاعبين لأن زميلهم لا يزال ساقطا. هل سيسجلون هدف من هذه الركلة الحرة؟ وان فران لها بالمرسات، يلعب كرة إلى اليسار، يوزعها إلى المنتصف. لا لا، لم يكن التحكم ناجحا في النهاية. جابي، هو موراتا، يلعب كرة بين يدي ساقطة. دفع إلى هناك ويتزحلق تجاهه فاليران. خرجت ثانية ورمية تماس أخرى. مودريتش يجري بسرعة عبر المنتصف، واندفاع كبير. جاكسون مارتينيز يلعبها بينية أرضية. موراتا، كرة تمر بردا وسلاما على الدفاع من جمال لوكونت. لاعب مؤثر جدا فوق أرضية الميدان. من جمال لوكونت يتحرك إلى الأمام، والكرة اعتراض رائع، منع الندم وجنب الألم. يلعبها بينية أرضية. كانت هذه الفرصة نسخة بالكربون من فرصة ضائعة سابقا. فيليبي، تياغو، انطلاقة ممتازة على اليمين، وصلت إليه. هذه فرصته، تصطدم الكرة بالقائم. يا عمي خلاص، أبعدها، يسقط أرضا. الفريقان يؤمنان بحظوظهما ولن يكون أي منهما فريسة سهلة في قادم اللحظات. المباراة تتجه إلى التعادل ونحن في آخر الأوقات. كرة طولية إلى الجناح، توني كروز، اعتراض جميل وفي وقت مثالي. أمامه خيارات كثيرة ولا نعرف من سيتابع الكرة. الوقت بدل الضائع الآن، والحكم يراقب الساعة، ورفع مساعد الحكم رايته معلنا عن تسلل. جابي، قد تكون هذه فرصته.
هكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة النهاية. انتهت المباراة بالتعادل، ولكن رغم take all your things you